أخبار اليوم. طيبين. صح سلامة، يعود عليكم بخير وعلى الأمة الإسلامية وعلى إخواتنا المسيحيين بخير. كل سنة إن شاء الله بننزل شم النسيم ونتعرف الفسيخ والرنجة والعادات المصرية دي. طب حضرت الفسيخ والرنجة؟ حضرت. كل سنة وانتم طيبين. حضرت كل حاجة وجينا زي كل سنة، عادات كل سنة. بحب أروح مع ماما وبابا الجناين عشان أتفسح، بخرج مع أصحابي وبحب أصحابي المسيحيين كمان. تقول لهم إيه النهاردة بقى؟ ألون كل سنة طيبين ويا رب تتبسط يا رب النهاردة عشان النهاردة يوم مفترق لكم. كل سنة والدنيا كلها بخير ويتم علينا بخير يا رب، وإحنا بنستنى من السنة للسنة وبنجيب الرنجة والفسيخ وكل حاجة حلوة، وعيالنا طبعا بيستنوه، بنقوم بدري ونيجي، وكل سنة والعالم كلها بخير. فين هنا في الجنينة ولا في حد بيضايقكم؟ لا مبسوطين الحمد لله، مبسوطين. تيجي كل سنه تفسحوا الولاد بقى وتتبسطوا؟ انا ايوه نحب نيجي نتفسح ونتبسط، وربنا ما يتعلينا عاده يا رب. يا رب تبقى سنه علينا حلوه والبلد تبقى كويس. تحبي تخرجي تفسحي ولادك ولا بتتلمي انت والعيله في البيت؟ نطلع انا واخوات جوزي ونتفسح. ايه الاخوه المسيحيين النهارده؟ كل سنه وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم وعلينا. كل سنه وانتم طيب على شعب مصر كله، ويا رب سنه سعيده والسنين الجايه تبقى احسن من اللي عدت. سنة مصر كلها طيبة وبلدي بخير ورئيسي ربنا يديله الصحة وطولة العمر ويفضل كده سندنا وسند مصر. بنيجي هنا الجنينة عشان قرايبنا وحلوة وحكومة موجودة والشرطة موجودة وأمان، يعني ما فيش مشاكل دلوقتي. الأول كان في مشاكل بس دلوقتي الجيش نزل وما فيش مشاكل، ما فيش أي حاجة، الشلق الناس اللي كانت هنا السوابق ما فيش، يعني كويس الامان استقرار دلوقتي وبقى كويس يعني الحمد لله. اقول للناس كلها كل سنه وهي طيبه واليوم حلو قوي، وهنا كلنا اخوات والمسيحيين والمسلمين كلنا مع بعضينا. تحبي الفسيخ والرنجة؟ طبعا. كلتي فسيخ والرنجة، تعالي كلي معانا. تخرجي دايما في شم النسيم مع اصحابك واهلك وكده؟ ايوه، هو احلى يوم بيبقى يوم شم النسيم، الدنيا كلها بتبقى مع بعضيها بتبقى متجمعه. سعيد على الأمة كلها يا رب، مسلمينها ومسيحيينها وكلنا أخوات في وطن واحد وحبايب، وإن شاء الله الآخر لحظة مع بعضين. عيد أبيض كده عن المسلمين والمسيحيين. قلتي إيه النهار؟ فسيخ وبيض. تحبي دايما تاكلي فسيخ ورنجة كل سنة في شم؟ تحبي تقولي إيه النهاردة بالنسبة الحلوة دي لكل الناس مسيحيين ومسلمين؟ أقول كل سنة طيبة بنسبة شم النسيم للمسلمين والمسيحيين، وعيد سعيد عن أبيض علينا. رنجة وفسيخ النهارده؟ اكيد طبعا. وانت طيبه يا قمر. والله النهارده جو حلو وجميل وكل الناس تخرج وتنبسط ومحدش يكشر، ولان الدنيا مش مستاهله ان احنا نكشر يعني. يا رب. طبعا جميله وشم النسيم زمان شافها حلو وعسل. تحيا وز، تحيا للسيزي.